أحد النقاط التي يجب على البنك الآسيوي أن يأخذ بعين الاعتبار في الدمج ما بين العملة المحلية والعملة الأجنبية حتى يكون هناك مزيد من الدعم للاستثمارات، لأن هذه أحد التحديات في كيفية تعبئة التمويلات من القطاع الخاص. وأعتقد أن البنك الآسيوي قد أخذ ذلك بعين الاعتبار في كيفية إتاحة الفرصة ودعم الفرصة للقطاع الخاص لزيادة التمويل. وسنستمع فيما بعد لمداخلة السيد جن، ولكن أولا دعوني أتحدث إلى معالي الوزير محمد شم. أعلم أنك تلقيت يعني قد تم تعيينك من سبق مؤخرا كوزير للمالية بتركيا، وأنك محافظ تركيا لبنك الاستثمار الآسيوي. وأعتقد أنك أيضا يعني تخطو نفس الخطوات من الزملاء الوزراء الآخرون في شتى الدول، وكيفية مواجهة التحديات وكيفية تحديد البرايفت سيكتور في تركيا بيلعب دور كبير جدا ومشاركته كبيرة، لكن برضو لو في إطار تعزيز مشاركة أكبر من القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ولو أنت بتطالب البنوك التنموية وخاصة البنك الآسيوي إنه يلعب دور أكبر، هنقول برضو إيه هي مقترحاتك وإيه هي يعني طلباتك للبنوك المتعددة الأطراف والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن هم يلعبوا بتشجيع القطاع الخاص في تحريك أموال أزيد في هذا الإطار للاستثمار في البنية التحتية. شكرا. أولا أود أن أهنئ مصر على هذا التنظيم الممتاز وهذه الضيافة الرائعة. من الواضح أن المصارف الائتمانية المتعددة ومواردها المحل والموارد المحلية ليست كافية لتلبية حاجات الاستثمارات في البنية التحتية، وبالتالي هذه قضية يجب أن نواجهها وأن يسهم فيها التمويل الخاص بالقطاع الخاص. منذ أكثر من عقدين استطعنا أن نجذب حوالي 50 مليار دولار في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، وكانت جميعها من القطاع الخاص. وأعتقد أن الأساس هنا يكمن في ضمانات الحكومة والتي تقدمها، وبالطبع يجب أن يكون لديك في هذه الاستثمارات المستدامة يجب أن يكون لديك أحد الأمور والسياسات المالية الواضحة المرتبطة بهذه الأمور. إن المصارف الائتمانية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تخفيف المخاطر، لأن القطاع الخاص لا يريد أن يكون لديه تمويل طويل الأجل، وبصفة خاصة أثناء عملية الإنشاء. تعلمون هذه فترة مخاطر وفترة الإكمال أيضا فيها بها العديد من المخاطر، هناك العديد من المخاطر. إذا من المهم أن المصارف الائتمانية متعددة الأطراف يكون لديها حلول ابتكارية للتمويل. أنا أعلم أن الرصيد قد لا يكون كافيا بدرجة كبيرة لتقديم كل الأمور المطلوبة، ولكن المهم هو أن نقلل المخاطر، وهذا ما نسميه تعظيم الائتمان. ونحن نعمل مع العديد من الجهات وعبر العقود الماضية، وحصلنا على الكثير من التمويلات ومن الدول مثل اليابان ومن كوريا. وأعتقد أن السبب وراء نجاحنا في جذب هذه الأموال كان مرتبطا بالسياسات المالية التي تم تطبيقها في العقود المالية، ولكن أيضا كان هناك مساعدة من الائتمانات الحكومية، وهذا كان معينا جدا. وأيضا تم العمل
في الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية والمشاريع الرعاية الصحية، وتم تحقيق نقلة كبيرة. وفي العام الماضي قمنا بدفع 97 مليار دولار في استثمارات البترول والغاز، وأيضا نحن نركز بشكل كبير على الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، وهذا سوف يساعدنا في تحقيق هدف صفر انبعاثات، وحتى يكون لدينا استقلالا عن استيراد منتجات البترول والغاز. والجانب الآخر الذي نركز عليه هو أن نعمق أسواق رأس المال المحلية، وأن يكون لدينا أصول محلية يمكن توجيهها، وأن يكون لدينا أيضا خطط للمعاشات، لأن تعلمون هناك موارد طويلة الأجل، وهذه الأموال الخاصة بالمعاشات يمكن استخدامها. ولا أريد أن أكرر ما قاله زملائي السابقين، فإننا يجب أن نتعامل مع الاستثمارات الخاصة بالبنية الأساسية باعتبارها سندا طويل الأجل، وهذا يجب أن يكون هناك سياسات فاعلة ومناخ مناسب وتقليل للمخاطر، وهذا يساعد على نجاح جذب القطاع الخاص إلى هذه المشروعات. وأعتقد الوجود المحلي مهما جدا، لأنه حين يكون لديك وجودا محليا يمكن أن تحدد بعض المشروعات الخاصة بالبنوك بشكل سهل، وأيضا تستطيع أن تعمل مع السلطات، وتستطيع أيضا أن يكون لديك موارد محلية، وهذا يشجع المصارف الائتمانية متعددة الأطراف لكي تقوم ببناء هذا التواجد المحلي في العديد من الدول، وأيضا التركيز على الضمانات الخاصة التي يمكن تقديمها لجذب الاستثمار، تقديم المزيد من الضمانات.